مساء الخير للجميع ورمضان كريم. اليوم عم بطل عليكم حتى أخبركم عن أهم التطورات اللي حصلت في تطبيق صلة خلال شهر رمضان. كان في تطورات جدا جدا مهمة في تطبيق صلة اللي حابة أخبركم عليها. بداية، المحتوى اللي تم طرحه عبر تطبيق صلة، قمنا بطرح محتوى خاص بشهر رمضان ابتداء من الملصقات وتهاني وكل هاي الأمور، وطبعا هاي الميزة جدا لقت رواج ولقت استحسان من قبل مستخدمي تطبيق صلة. بالإضافة قمنا بإطلاق ميزة صاروخية نوعا ما أنا بسميها، وهي ميزة القنوات في تطبيق صلة. ميزة القنوات هي بتقول إنه أنت بإمكان أي شخص إنه يوصل رسالته لعدد لا نهائي من الأشخاص. يعني بكل بساطة بتفتح أنت قناة في تطبيق صلة، وعبر هاي القناة بيكون في إمكانك إنك أنت ترسل جميع هاي الرسائل اللي أنت حابب ترسلها لكل متابعيك. هاي الرسائل ممكن تكون رسائل نصية اللي أنت بتكتبها، أو ممكن تكون أيضا روابط من قناتك عبر اليوتيوب أو من صفحتك عبر التويتر. وكل شخص عمليا بصنع محتوى أو كل شخص بيقوم بتصوير الفيديوهات أو عنده مدونة عبر التويتر أو عبر أي وسيلة أخرى من وسائل التواصل الاجتماعي، بإمكانه إنه يفتح قناة خاصة فيه في تطبيق صلة. الأمر جدا سهل وكتير، لأنه جدا إقبال كتير كبير عليه من كتير يوتيوبرز ومؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي فتحوا قنوات في صلة وقاموا بربط هذه القنوات مع قنواتهم عبر حساب التواصل الاجتماعي، وشفنا رواج كبير لهذه القنوات. طبعا بحكم وجودنا هلأ في شهر رمضان، كانت معظم هذه القنوات بتشمل محتوى رمضاني، سواء كان الأمر مسلسلات رمضانية أو كان وصفات للفطور أو أيضا لهدايا رمضان. شفنا كتير أيضا قنوات اللي هي مختصة بهدايا رمضان وبالتسوق. في كتير كتير قنوات جديدة عم بتم فتحها، وإحنا كتير متحمسين لهاي الميزة وكتير متشوقين نشوف أيضا كيف رح تتطور أكتر وأكتر. بالإضافة لأنه كتير أشخاص يعني عم بيستخدموا هاي الميزة حتى يعني ينشروا محتواهم لعدد لا نهائي. يعني هاي الميزة بنقدر نقول إنه هي بمثابة برودكاست، إنك أنت رسالتك بتوصل لعدد لا نهائي من الأشخاص. وطبعا فتح القناة هو أمر جدا جدا سهل يعني في تطبيق صلة، وبتطلب إدارة يعني نوعا ما قليلة من الشخص اللي بيفتح القناة. طبعا كل ما الشخص قام بإدخال محتوى أكبر للقناة وتفعيلها أكثر، رح يلاقي رواج أكثر ورح تكون القناة ناجحة أكثر. بالإضافة لهاي الميزة إنه إحنا طورناها أولا بسبب طلب جدا كبير عليها من مستخدمي تطبيق صلة، وأيضا إيمانا منا بدعم صناع المحتوى العرب. يعني لما أنت بتدعم صانعي المحتوى بتعطيهم منبر بإمكانهم فيه إنه هن ينشروا المحتوى تبعهم، هذا الأمر جدا بيساعدهم. طبعا كل هاي الأمور اللي خبرتكم عنها وكل هاي الميزات الجديدة ساهمت جدا في تطوير تطبيق صلة، اللي عدد التحميلات للتطبيق كتير ازداد، وصل حتى 2.5 مليون خاصة في مصر في المغرب الجزائر والسعودية أيضا. وبالإضافة لهيك أيضا نسبة مشاركات التطبيق زادت جدا، نسبة قديش الأشخاص بيقضوا وقت في التطبيق أيضا ازدادت بفضل هاي الميزات وبفضل أيضا استهلاك المحتوى. يعني أنت هلأ حاليا بتقدر تستهلك المحتوى من تطبيق صلة، مما أدى لزيادة الوقت اللي بيقضوه الأشخاص في تطبيق صلة. هذا بالنسبة لكل الأمور الجديدة اللي تم إضافتها في تطبيق صلة. اترقبوا أيضا تطوير الميزات الحالية أكثر وأكثر، وإن شاء الله يعني نزداد أكثر وأكثر بالأرقام. وشكرا لكم على اهتمامكم بآخر أخبار تطبيق صلة.